نقوم للمزيد من المتابعة والقراءة بالنسبة للصندوق أستاذ أسامة مراد الخبير الاستثمار معنا عبر الهاتف. أستاذ أسامة أهلا بك يا فندم. وفي البداية هل زي ما أنا قلت أنه الصندوق في مصر هيكون عمله بشكل مختلف عن كيفية عمله في العالم العربي أو حتى عالميا؟ أولا أهلا بك والسادة المشاهدين. الصندوق المصري مختلف لان الطبيعه مختلفه. الصناديق العربيه تاسست لاستغلال الفائض الناتج عن العوائد البتروليه وادخار تراكمات للاجيال القادمه. الصندوق المصري قائم على محورين، محور ان احنا اول حاجه هنبتدي يبقى عندنا فائض بتروليه بعد ما حقل ظهر وان شاء الله الحقل الجديد كمان يقوم بالانتاج الكامل، لكن استغلال اصول الدوله هو ده الهدف الاول، وجعله اليه للمشاركه او الاستثمار سواء مع القطاع الخاص العام القطاع الخاص المحلي او بس الجزء الخاص. يا استاذ اسامه لو تسمح لي، اللي له علاقه بفائض حقل ظهر اعتقد انه هي مش مساله قريبه، يعني احنا بنتكلم دلوقتي مع بدء هذا الصندوق هيتم التركيز على كيفيه اعاده تدوير والاستفاده بشكل افضل من اصول الدوله. طبعا لانه حضرتك المعلن ان الدوله بتبص على اولا اللي بيقوم بهذه المتابعه والتنسيق هي وزاره التخطيط والمتابعه الدكتور هلال سعيد، بتبص على 100 اصل كبير و3000 اصل صغير، سواء كانت دي مشاريع او مصانع او مزارع او اراضي، وتختلف بقى الدرجات هل هي مشروعات قائمه تحت الانشاء ناجحه تحتاج لضخ اموال ايا كان هذا المجال. ده جزء. الجزء الثاني انه اعلن ان في دولتين شقيقتين هي الامارات وعمان ادوا عن نواياهم لاستثمار بعض من فوائدهم الماليه في الصندوق. الثانية ان الصندوق في مصر هيصدر له تشريع خاص ينظم عمله، وده قد يسهل اجراءات التعامل والمشاركه مع الحكومه والقطاع العام. احنا بنتكلم كتير قوي عن المشاركه بين القطاع العام والحكومه، بدانا نشوف بعض المشاركات لانشطه قطاع الاعمال العام مع شركات القطاع الخاص او مشاركه القطاع الخاص مع الدوله او الجهات السياديه، لكن كلها تجارب ما نقدرش نعممها او مش تعلم، لكن هذه الآلية ستسهل العمل. أليست هذه الأصول يا فندم اللي بتديرها وزارة قطاع الأعمال؟ نعم، مش كلها. ما هي الجزئية إنه إحنا دايماً بنقول لفظ قطاع العام أو قطاع الأعمال العام. لا، قطاع الأعمال العام يتحكم في 200 شركة المملوكين لشركات القطاع التابعة ليه، لكن هناك جهات وهيئات كثيرة في الدولة لها أنشطة اقتصادية مختلفة غير تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبالتالي ده برضو الفرق في بين الصندوق ده وبين الوزارة بشكل عام. إذا يا فندم إيه الفرق بين الصندوق؟ اتفضل يا أستاذ أسامة. إنه كل قطاع الأعمال العام هي شركات أنشئت تاريخياً ويعني احداثها عمره 30 40 سنه، لم يتم انشاء شركات قطاع عام جديده، لكن هناك مشاريع واصول على سبيل المثال محطات الكهرباء الجديده، مشروع تنميه قناه السويس او جزء منه، مزارع سمكيه، مزارع. طيب يعني يا فندم بالفعل يعني الكل عارف هذه المشاريع، بس انا عايزه استفهم من حضرتك الفرق بين اداره هذه المشاريع من قبل الوزاره ومن قبل الصندوق، وهل هيتم نقل ربما بعض من هذه الاصول وضمها تحت تصرف الصندوق على سبيل المثال؟ حضرتك حطيتي ايدك على النقطه الحاسمه هنا، هو الاختلاف هنا انه طول ما الشركات دي تحت عباءه وزاره قطاع الاعمال العام بتدار
بمعرفة موظفين هذه الشركات أو رؤساء مجالس إدارتها، المحكومين للوائح قانون المنظم ليهم. لو الشركات دي انتقلت للصندوق بشكل أو بآخر تصبح تحت إدارة الإدارة المحترفة للصندوق التي ليست تحت هذه اللوائح أو القيود، التي تدار بمحترفين من المجال من خبراء الاستثمار، لا يشترط ان هم يكونوا من هذه الشركات ولا متابعين الاقدميه. تتيح للصندوق الاستعانه بالخبرات المصريه في الداخل وفي الخارج والخبرات العالميه. انا افهم من حضرتك او معرفش انت صح الغلط، بس هل مع بدء عمل هذا الصندوق بكامل كفاءته قد تلغى اذا وزاره قطاع الاعمال؟ لا اعتقد من وجهه نظري الشخصيه، لانه الصندوق هيركز على الحاجات، يعني خلينا نقول حاجه، الحاجات اللي فيها امل للتطوير، او الحاجات الناجحه، او الحاجات التي تقبل المشاركه، او الحاجات اللي ممكن تتبع لي. لكن كثير من الشركات هتقسم الاصول يعني يا استاذ اسامه هنا؟ هتقسم طبقا لقابليه الاستثمار اللي احنا بنقول عليه بالانجليزي بوتنشال، اللي هو القدره على تغيير او تحسين الكفاءه. لانه بطبيعه الامور اي مستثمر بيخش في حته عاوز يحقق نتائج احسن من اللي كانت قبله فيها. يعني احنا يا فندم هننقل الاصول اللي فيها امل للصندوق وهنترك الاصول الكارثيه لو يمكن القول للوزاره؟ لا، هي مش كارثيه، هي هقول لحضرتك حاجه ويمكن يعني الكثيرين بيحاولوا يبعدوا عن النقطه دي في الكلام. مشروعات جدوتها الاقتصاديه التفت او اصبحت غير مجديه اقتصاديا، والكل يعلم ذلك، ولكنها عبر تراكمات سياسيه وانماط اصبح لديها قدر كبير من العماله، وبالتالي لا احد يريد اخذ قرار انه هذه العماله تبقى قاعده في البيت او النشاط ده يتقفل. وهي مشروعات تاريخيه استراتيجيه كنا بنقول عليها في وقت من الاوقات لا يمكن المساس بها، او قوميه او اي حاجه، لكن في واقع الامر جميع هذه المشروعات او اكثرها اصبح لديها منافس اقوى منها في القطاع الخاص، ولا تضيف شيء للناتج القومي الاجمالي. بشكرك شكرا جزيلا استاذ اسامه مراد الخبير الاستثماري.